سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي منورنا في الاستوديو استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في الشروق. مساء الخير عليك. مساء الخير يا شيماء، ازيك؟ واهلا بيكي واهلا بكل مشاهدي الاهلي، وببارك لك على البرنامج الجديد وموفقه دايما ان شاء الله. الله يخليك. في البدايه طبعا النهارده عايزين نتكلم عن لقاء النادي الاهلي والانتاج الحربي النهارده الساعه 9 على ملعب السلام. النادي الاهلي بيدخل اللقاء ده هو معاه 10 نقاط، شايف اللقاء ده عامل ازاي؟ في وجهة نظري طبعا يعني مباراة مهمة للنادي الأهلي، أنه بيحاول يحافظ دايما على المقدمة. هو النهاردة الأهلي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أعتقد أنه الفوز بالنسبة للأهلي طبعا هيعيده مرة أخرى للصدارة. طبعا الزمالك كسب امبارح إنبي، فبالتالي الزمالك موجود حاليا في المركز الأول، وإن كانت دايما مباريات الأهلي والإنتاج الحربي بيكون فيها ندية وإثارة. غالبا مباريات الاهلي والانتاج الحربي بيكون فيها يعني اثاره حتى اللحظات الاخيره، فانا اتوقعها ان هي تكون مباراه قويه. طبعا الانتاج الحربي السنه دي عامل مشوار جيد مع الكابتن مختار، نقاط مع تعادلين وفوزين حقيقي، فما خسرش. طبعا الكابتن مختار عامل يعني مجهود فني ظاهر بشكل جيد مع الانتاج الحربي، ده من الموسم الماضي كمان، مش من بدايه الموسم الحالي. فانا اتوقع انه نظريا على الورق بنقول ان احنا هنشوف مباراه قويه من الاهلي والانتاج الحربي. دايما كابتن مختار بيعمل مباريات قويه قصاد النادي الاهلي، فاهم النادي الاهلي كويس. اعتقد ان الكابتن مختار اتعادل امام النادي الاهلي 6 مرات قبل كده، هو النهارده المواجهه رقم 20، خسر 12 مره، تعادل 6 مرات، كسب مره واحده. اعتقد انه دايما بيكون مباريات الاهلي زي ما قلت لك والانتاج، وتحديدا الكابتن مختار امام الفرق الكبيره بيعرف يعمل مباريات جيده، سواء امام الاهلي او سواء امام الزمالك، حتى ده كان ظاهر في الموسم الماضي. طبعا يعني الاوراق اللي عنده كمان كابتن مختار عنده عدد من العناصر المؤثره في الانتاج الحربي قادرين ان هم يعملوا مباراه جيده، وان كان انه يعني دايما المباريات اللي زي كده ما نقدرش نتوقع نتيجتها، وان كان النادي الاهلي هو الاقرب طبعا للفوز النهارده. صحيح، دايما باتريس كارتيرون غير متوقع في تشكيله، دايما بيكون في تغييرات، هل تقدر تتوقع النهارده هيكون التشكيل عامل ازاي اللي هيخوض بيه لقائه قصاد الانتاج الحربي؟ يعني انا اتوقع انه طبعا يعني في ممكن يكون نفس التشكيل المباراه الماضيه. نقول القايمه بتاعه الاهلي الموجودين النهارده في القايمه بشكل عام، محمد الشناوي وعلي لطفي وسليف كوليبالي ومحمد نجيب واحمد فتحي ومحمد هاني وايمن اشرف واحمد علاء، اكرم توفيق وهشام محمد وكريم ندفد وميدو جابر ومحمد شريف، مؤمن زكريا، اسلام محارب، ناصر ماهر، احمد حمودي، مروان محسن، صلاح محسن، ووليد ازارو. يعني شايف ان هو غالبا هيبدا بنفس التشكيل نفس تشكيل المباراه. معانا سليف كوليبالي، هو لقطات من كواليس فريق النادي الاهلي في معسكره دلوقتي قبل ما يتوجه لملعب السلام ان شاء الله لملاقات الانتاج الحربي الساعه 9 مساء بالظبط. يمكن المباراه الماضيه الاهلي وحرس الحدود كسب الاهلي 2-0، اعتقد انه غالبا هيكون نفس التشكيل. مستر كارتيرون طبعا بيلجا لسياسه التدوير بشكل كبير، يعني لإراحة العناصر المهمة أو أكبر عدد من العناصر علشان البطولات الأخرى اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، سواء دوري أبطال إفريقيا أو البطولة العربية أو حتى فيما بعد بطولة كأس مصر. أتوقع أنه ده مش هيحصل دلوقتي لأنه يعني في فترة توقف في الدوري، فأعتقد النهاردة ممكن يبدأ بنفس التشكيل المباراة الماضية، غير طبعا شريف إكرامي لأنه شريف إكرامي كان بيشارك طبعا بسبب إصابة محمد الشناوي. صحيح. فأتوقع أنه النهاردة محمد الشناوي هيرجع مرة تانية لتشكيل النادي الأهلي. خلينا نتكلم عن سياسة التدوير اللي بيعملها دلوقتي باتريس كارتيرون. طبعا النادي الأهلي زي ما أنت عارف بيلعب تقريبا مباراة كل 3-4 أيام بسبب اشتراكه طبعا في الدوري المصري الممتاز، البطولة العربية، ودوري أبطال أفريقيا. عشان يقلل من الإجهاد ده فهو بيتبع سياسة التدوير، شايف إزاي السياسة دي؟ يعني دي السياسة بيعملها أغلب أو كل الفرق المشاركة في بطولات كتير. يعني في مصر عندنا الأهلي بيشارك في 4 بطولات، الزمالك عنده 3 بطولات وعنده لسه الكونفدرالية في الموسم. صحيح. الجديد الإسماعيلي بيلعب في الدوري وعنده بطولة عربية ودوري أبطال أفريقيا وكاس. حيو. مصر فيما بعد، الاتحاد السكندري هكذا كمان عنده الدوري وكاس مصر والبطولة العربية. فلو ما كانش أن أنت هتعمل سياسة التدوير أعتقد هتفقد عدد كبير من العناصر المهمة والعناصر المؤثرة لما تيجي تحتاجهم في مباراة مهمة أو في مباراة مؤثرة.
مش هيدي لك بكامل طاقته البدنية والفنية. فأكيد سياسة التدوير هي العنصر اللي بيلجأ ليه المدير الفني في النادي اللي بيشارك في أكتر من بطولة، وإحنا بنتكلم دلوقتي على مستر كارتيرون في النادي الأهلي، خاصة أنه كمان اتحاد الكورة عمل القوائم 25 لاعب لكل نادي، فأعتقد ده كمان يعني عمل ضغط على المدربين أنه مضطر أنه هو يغير أكبر عدد في أكتر من مباراة، وأنه ثبات التشكيل ده بيكون صعب أو مش هو المقياس دلوقتي. المقياس أن أنت إزاي تكسب وإزاي تفضل محافظ على نفس الريتم بتاعك في المباريات وفي مشوارك في البطولات المختلفة. أستاذ حسام، النهاردة يوم أكيد مهم جدا، أكيد طبعا مهم لأنها مباراة للنادي الأهلي قصاد الإنتاج الحربي، وأكيد النادي الأهلي هيخرج من المباراة دي بإذن الله بثلاث نقاط إضافية، يخرج معاه 13 نقطة. لكن الأهم بقى النهاردة حضور الجماهير. النهاردة هيحضر 5000 مشجع للقاء الإنتاج الحربي والنادي الأهلي، شايف التجربة دي هتكون عاملة إزاي؟ يعني سعيد جدا طبعا بعودة الجماهير مرة تانية للمباريات، وأتمنى النهاردة أن يكون في حضور جماهيري كمان يليق بالمباراة. شفنا مبارح للأمانة مباراة الزمالك وإنبي كان في أول يوم في الحضور الجماهيري، وكان الأمور بتسير على ما يرام، وأن الجماهير كانت ملتزمة للغاية، وكان في تعاون يعني من كل الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة. صحيح. فأنا شايف أن ده بداية مهمة لعودة الجماهير بكامل طاقة الملاعب إن شاء الله قريبا، وتحديدا مع بداية الدور الثاني هيكون في تزايد للأعداد أكثر من 5000. ده التصريح امبارح للوزير الدكتور اشرف صبحي. يعني الجمهور طبعا الملاعب كانت زي السينما اللي هي من غير يعني متفرجين. صحيح. اعتقد صحيح. فعوده الجمهور ده شفناه حتى في البطوله العربيه، في المباريات في البطوله العربيه كان حضور الجماهير ليه يعني عامل مؤثر على اللاعبين. كمان لاعبين على مستوى حتى المنتخبات الوطنيه، كنا لما بنطلع نلعب بره في وسط حضور جماهيري اللعيبه كانت بتكون مخضوضه، لانه الجيل ده من 2012 ما شافش جمهور. صحيح. فبالتالي يعني كان بيكون في تاثير سلبي على لاعبي المنتخب الوطني. اعتقد طبعا عوده الجماهير لمباريات الدوري ده شيء مهم جدا، سواء لانديتنا اللي هي بتشارك في بطولات خارجيه او حتى للمنتخب الوطني في مشواره القادم باذن الله. وانا بصراحه متفائله جدا بالتجربه دي، ومتاكده واثقه جدا ان جمهور الاهلي اكيد هيكون ان شاء الله النهارده قد المسؤوليه، وتكون تجربه ناجحه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب، ممكن نقول ان باتريس كارتيرون فعلا ابتدت تبان بصماته على النادي الاهلي؟ يعني خلينا نقول انه باتريس كارتيرون عمل حاجه تقترب من يعني حاجه اعجازيه في وجهه نظري، ان هو في دوري ابطال افريقيا لما جه مسك النادي الاهلي، وكان النادي الاهلي تقريبا في يعني في متزايل ترتيب المجموعه من خساره وتعادل، فاعتقد انه يفوز على تاون شيب ذهابا وايابا، وانه يفوز على الترجي وفي الاخر على كامبالا، يعني العلامه الكامله في مشواره في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. اعتقد يعني ده عنصر مهم وعنصر يعني في صالح كارتيرون، وان كان طبعا جمهور الاهلي بيبص كمان على الاداء، يعني لغايه دلوقتي جمهور الاهلي نفسه يطمن على اداء الفريق ويحس ان في مستوى فني ثابت. اعتقد انه ده تباعا هيجي مع المباريات، لانه في النهايه احنا لسه في بدايه الموسم. صحيح. فالمستوى الفني بيرتفع تدريجيا على مستوى الفرق، وده اكيد اللي هيظهر خلال المباريات القادمه. طيب، احنا دلوقتي في الدوري المصري ممتاز، لعبنا 4 جولات، ودي دلوقتي احنا في الجوله الخامسه من الدوري المصري، وطبعا النادي الاهلي بيتصدر الدوري برصيد 10 نقاط. شايف هيكون في منافسه في الدوري المصري، او يكون في موجود منافسين جداد في الدوري المصري، ولا لسه بدري ما نقدرش نحدد الموضوع ده من دلوقتي؟ لا، هو يعني احنا فيما يخص المنافسه احنا بنبص على عوامل حصلت السنين اللي فاتت، بنبص على ايه اللي بيحتاجه النادي، اي نادي، علشان ينافس على بطوله الدوري او يكون هو بطل الدوري. ما هو في فرق، انت عايز تكون بطل الدوري ولا عايز تكون في المربع الذهبي، فبالتالي تشارك في بطوله من بطولتي افريقيا سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. المنافسه على لقب الدوري تحديدا بتحتاج عده عوامل، اهمها طبعا ان يكون الفريق والاداره عندهم سياسه النفس الطويل، ان انت ازاي تفضل مستمر بنفس الوتيره من بدايه الدوري حتى نهايه الدوري. احنا شفنا السنين اللي فاتت في فترة من الفترات مثلا كان فريق الداخلية هو متصدر الدوري في الدور الأول، شفنا بتروجيت، شفنا سموحة، لكن سرعان ما تبدل الحال في الدور الثاني من الدوري. دي شخصية الفريق البطل. مقومات الفريق البطل ان هو إدارة قوية مستقرة، لاعبين مميزين، جهاز فني على أعلى مستوى، جمهور بيساند ويدعم فريقه، الجانب المالي
او الجانب المالي اللي هو بيساعدك ان صحيح. انت تدفع رواتب اللاعبين وتعمل لائحه قويه. اعتقد انه النادي الاهلي موجود فيه الخمس عناصر، الانديه الاخرى قد تكون هذه العناصر متوفره لكن بنسب متفاوته. يعني مثلا انا في اعتقادي ان فريق زي بيراميدز اكيد بحجم الصفقات المعمول والفلوس المدفوعه اكيد هيكون موجود في المربع الذهبي، وانا اتوقع ان هو هيكون تاني الدوري، لكن صعب ان هو ياخد لقب الدوري لسبب انه الاهلي والزمالك تحديدا ان هم بيكونوا موجودين حتى اللحظات الاخيره بنفسه، بيكون وراهم جمهور هو بيسبب ضغط على اللعيبه انه انا عايز اكسب دايما لانه في جماهير واقفه جنبي وفي جماهير يعني بتلاحقني دايما في المكسب بيشجعوني. يعني من وجهه نظرك ان بيراميدز ممكن ياخد وصيف الدوري على حساب الاسماعيلي ولا حساب الزمالك؟ انا يمكن قبل بدايه الموسم كتبت بوست عندي كنت بتوقع فيه أول أربعة، وده توقع مجرد توقع ممكن يصيب وممكن يخطئ. يعني أنا قلت إن النادي الأهلي هيكون البطل لعدة اعتبارات، بنبص كمان للسنين اللي فاتت وإنه الأهلي على المستوى الإداري مستقر، على المستوى الفني بيجيب مدير فني بيديله الفرصة إن هو يكمل لأكبر فترة ممكنة، عنده لاعبين حتى وإن كان البعض بيقول إن مفيش تدعيمات حصلت، لا ما هو أنا مش شرط إن أنا أجيب تدعيمات علشان يتقال إن أنا عملت تدعيمات، أنا صحيح. بجيب تدعيمات علشان المراكز اللي أنا محتاجها. بيراميدز زي ما قلت لحضرتك انه عنده فلوس، عنده لاعبين مميزين، ممكن يكون عنده جهاز فني جيد وان كان المدير الفني اتغير بعد تاني مباراه، لكن ما عندوش الجمهور اللي هو بيضغط عليه، ما عندوش الجمهور اللي هو لو الفريق اتهزم يطلع مثلا على السوشيال ميديا يقول له ازاي لعيب فلاني كان مقصر، ازاي الفلاني كان مقصر. نادي الزمالك بس انت ما خدتش بالك من الجمهور؟ كان في 15 واحد موجودين في مباريات بيراميدز اللي فاتت، يمكن نشوف كمان 5000 في المباراه القادمه لبيراميدز. ما هو شوفي حتى لو في حضور جماهيري، يعني مثلا انه انت بتقنع الجمهور او بتقنع اشخاص، مش عايز اقول جمهور، بشكل او باخر ان هم يحضروا، لكن في النهايه انا بتكلم على التشجيع الحقيقي اللي هو يعني ما هو ده بعد ما يطلع من الاشخاص دول، مع احترامي ليهم والله ما عنديش مشكله ان هم يروحوا يشجعوا، لكن بعد ما يطلع من الملعب مش هيبقى زعلان انه فريقه اتغلب، يعني مش هيلاحق اللاعبين ان لا هو اكيد مش هيبقى مبسوط او هيبقى زعلان، هو رايح ياخد فلوس مثلا دي شغله بالنسبه له ايا كان. يعني انا بقول لك انا حتى ما عنديش مشكله ان هو طالما هو بيعتبرها مهنه ان هو رايح يشجع مقابل فلوس فما فيش مشكله، لكن انا بقول لك على مقومات الفريق البطل. توقعي ان المصري هيجي في المركز الثالث، ده توقعي لانه يعني حسام حسن من المدربين اللي بيعمل ضغط على لعيبته جوه الملعب، بيطلع منهم افضل ما يمكن، وده بدليل انه على في السنين اللي فاتت الثلاثه الاخيره المصري ما كانش عنده اسماء معروفه، لكن حسام حسن قدر ان هو يبقى موجود بيهم في المربع الذهبي وموجود في الكونفدراليه للسنه الثالثه. الزمالك الناس بتتكلم انه عنده مجموعه مميزه من اللاعبين، ودي حقيقه فعلا، لكن في نفس الوقت ما عندهوش استقرار فني اداري، بمعنى انه دايما شفنا التجارب السنوات اللي فاتت انه الزمالك بمجرد ما بيتعثر في مباراه بتبدا لغه التغيير ولهجه التغيير، وان انا هغير المدير الفني. التعثر في مباراه النجوم ده كان بدايه لسيناريو متوقع ومحتمل بتغيير المدير الفني، الا ان الفوز امبارح شوية ادى المدير الفني فرصة قد تكون مباراتين او ثلاثة جايين الى ان يحدث تعثر قادم، وده انا متوقعه واثق فيه تماما انه الزمالك مستحيل هيكمل بالمدير الفني. فده الرهان، انت دايما لما بتوفر العناصر اللي بتشكل استقرار للفريق صحيح. وبتشكل استقرار للاعبين، عامل مهم جدا، وازاي تعزلهم عن اي مشكله ممكن تحصل بره، ده هو الرهان بالنسبه لي. الاسماعيلي انا كنت اتمنى انه يحافظ على القوام الاساسي لفريقه لانه مشارك في دوري ابطال افريقيا بعد غيابه وبعد سنوات صحيح. لكن تفريطه في عدد من العناصر الاساسيه ده خلاني اتوقع ان هو هيخرج من المربع الذهبي السنه دي، وده والبدايه كانت واضحه اعتقد، يعني سواء ما هو التعادل في النهايه زي الهزيمه بالنسبه للفريق اللي بيدور على ان هو يذهب بعيدا في البطوله. من امبارح للنهارده حطينا سؤال على السوشيال ميديا بنسال الجمهور، جمهور النادي الاهلي تتوقعوا لقاء النهارده هتكون نتيجته ايه؟ طب خلينا نروح نشوف كده توقعات الجمهور للقاء النهارده، النادي الاهلي والانتاج الحربي النهارده الساعه 9 على ملعب السلام في الجوله الخامسه من الدوري المصري. ممتاز، النادي الاهلي بيدخل ب 10 نقاط ان شاء الله يخرج بنقطه 13. هنبتدي مع تيتو الرهيب اللي بيقول منوره بشكرك جدا، بتوقع ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0. مودي موسى بيقول فوز الاهلي 4-0. عادل درويش بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 4-0.
صفر. نور الهدى بتقول ان الاهلي هيلعب الساعه 9 نكسب 9-0. عبد العزيز طارق بيقول بشكرك جدا منور بيك، الاهلي هيفوز 2-0. ابراهيم انور بيقول 2-0 للنادي الاهلي. حسن بهنسي بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 2-0. كمان مروان محمد بيقول 3-0 للنادي الاهلي، ازار وصلاح وسليد. احمد رفعت بيقول 3-0 ازار وصلاح وكوليبالي، الفوز للاهلي ان شاء الله. عبد الحميد بيقول 2-0 المباراه هتكون جيده جدا. محمد عثمان بيقول 2-1 واتوقع الماتش يكون صعب لان كابتن مختار من احسن المدربين اللي موجودين في مصر. احمد اسماعيل بيقول فوز الاهلي 2-0 لازارو وصلاح. محسن خلود بتقول فوز الاهلي واتمنى بنتيجه كبيره ان شاء الله ما يدخلش فينا اهداف. فاروق بيقول 2-0 للانتاج الحربي. ماشي، لا 2-0 الاهلي، للاهلي. محمد سعيد بيقول مساء الخير مشكورك جدا، اتوقع فوز الاهلي 1-0. دي كانت بعض الاراء اللي جات لنا عن طريق الفيسبوك. طيب نرجع بقى برضو مره ثانيه للنادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا وقرعه ربع النهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله لتقام بعد بكره هنا في القاهره. النادي الاهلي طبعا تفوق على كل الاوائل في المجموعات وطلع باكبر نتيجه من النقاط في اوائل كل المجموعات، وهو هيقابل تواني المجموعات الثانيه قدامه طبعا حراك ونكري اول اغسطس ووفاق الصيف. شايف مين الافضل او مين الانسب ان الاهلي يقابله في اللقاء القادم؟ انا في توقعي انه دايما المواجهات العربيه بيكون فيها حساسيه شويه. صحيح. خاصه الفرق المواجهات العربيه في الدوري ابطال افريقيا طبعا مع دول شمال افريقيا سواء تونس او الجزائر او المغرب بيكون فيها حساسيه شويه في المباريات وفي التجهيز وفي الضغط النفسي والضغط العصبي. فانا في اعتقادي انه لو الاهلي هيواجه فريق من حوريه كوناكري او اول اغسطس اعتقد يعني الى حد ما هيكون الطريق اسهل الى الدور نصف النهائي، وان كان زي ما دايما بنقول يعني الفريق البطل مش بيبص على الحاجات دي او مين هيقابل مين، لكن احنا بنتكلم نظريا على الورق يعني او بتجارب سابقة أنه الأريحية دايما بتكون في البعد عن المواجهات العربية. وإن كان الأهلي في مباراة الترجي كسب في رادس، فأعتقد أنه ده مش مقياس، لكن إحنا دايما يعني بنقول نظريا على اللي بيحصل. فأنا أتوقع أنه من وجهة نظر الأفضل أنه الأهلي يبعد عن وفاق الصيف الجزائري. هو حريك ونكري أو أول أغسطس مش فارقة. مش فارقة الاثنين واحد. لكن يعني من وجهة نظرك أن وفاق الصيف الجزائري هو الأخطر في المنافسة. بالضبط يعني، وإن كان لو حصل هتبقى منافسة قوية يعني هنشوف. صحيح. هنشوف مباراتين قويتين ما بين الفريقين. طيب نرجع تاني للجمهور وتوقعات الجمهور للقاء النهاردة ونروح لتويتر ونشوف الجمهور قال لنا إيه. أحمد زيكا بيقول 2 للأهلي، وليد أزارو إن شاء الله، عادل شطة بيقول 2-1 للأهلي أزارو وصلاح، علي محمد بيقول 3-0، حسام بيقول 2-0، محمد عبد العظيم بيقول 3-0، إسلام بيقول 3-1 أزارو نجم المباراة، عمرو بيقول أتوقع 3-1 للأهلي إن شاء الله، عزت بيقول 2-0 للأهلي أزارو وصلاح. محسن أحمد إسماعيل بيقول فوز النادي الأهلي 2-0 لتوربيد أزارو وصلاح. محسن عمرو بيقول 3-1 للنادي الأهلي. سيد درويش بيقول الفوز إن شاء الله بس ماتش صعب مع مدرب مخضرم كابتن مختار مختار. ميمو بيقول 2-1 للاهلي ازارو وصلاح. محسن ميدو بيقول 2-0 للاهلي. طبعا عبد الحميد او علي عبد الحميد بيقول 1-0 لوليد ازارو، وعبد الرحمن بيقول النادي الاهلي هيكسب 2 ان شاء الله. نروح سريعا بقى لتفاعل الجمهور من على انستغرام. شروق بتقول الاهلي هيفوز 4، علي نور بيقول ان شاء الله 3-0 ازارو وصلاح محسن ومحارب، عبده بيقول 2-1 النادي الاهلي ازارو وسليمان، محمد صبري بيقول الاهلي هيكون الاهداف من نصيب ازارو وسليف كوليبالي وصلاح محسن 3-1 للنادي الاهلي، واسلام
إمام بيقول 2-0 النادي الأهلي. دي كانت بعض بقى تفاعلات الجمهور مع نتيجة لقاء النهاردة أو توقعاتهم لنتيجة مباراة النهاردة النادي الأهلي قصاد الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. بعيدا عن النادي الأهلي نروح بقى لمنتخبنا الوطني الأول. طبعا الحدث الأهم دلوقتي هو مباراة النيجر إن شاء الله القادمة. وعايز أعرف الأول رأيك إيه في قائمة اللعيبة المحترفين وقائمة اللعيبة المحليين اللي ضمهم أجيري؟ هو طبعا يعني بالنسبه للقائمه يعني كان في تعليقات كتير طلعت، وانا عن نفسي استغربت يعني مثلا على وجود بعض الاسماء المحترفين، ولكن على ما يبدو اللي انا عرفته انه يعني مستر أجيري قرر ان هو يضم اكبر عدد من المحترفين، لانه ده يعني ده مش عارفه مين اللي ما انضمش. لا في يعني في مثلا حسين السيد في صحيح معار مثلا، انا اتوقع ان هو يعني كابتن هاني رمزي اتفقوا ان هم يجيبوا اكبر قدر من اللاعبين المحترفين في الانديه اللي هي الاوروبيه تقريبا. فبالتالي مثلا كنت مستغرب انه علي غزال يبقى موجود مره ثانيه بعد الفتره اللي قضاها مع المنتخب قبل كده وما ظهرش بالشكل المطلوب. يمكن دي تكون الفرصه الحقيقيه اللي هيقدر يثبت فيها نفسه. لا انا اتوقع انه المعسكر ده تحديدا مستر أجيري هيعرف يحدد هو عايز ايه بعد كده. صحيح. لانه الاختيارات دلوقتي كابتن هاني رمزي هو عليه دور اكبر في الاختيارات، لانه الراجل لسه جاي ما يعرفش ما يلحقش يعني في 5 ايام ان هو يعلن قائمه ويعرف اللعيبه ويشوف الكلام ده. فانا اتوقع من هو صرح وقال انا شفت كل اللعيبه اللي جت من المنتخب الوطني قبل كده. لا هو ممكن يكون شافهم فيديو او حضر ماتش لكل فريق في الدوري، فده ما يخليش الصوره كافيه ان هو يكون وجهه نظر عن اللعيبه كلها غير لما يشوفهم على ارض الواقع. اكيد. اذا معسكر مباراه النيجر ده بالنسبه للمحترفين هيكون فرصه اخيره لعدد منهم ان هو ممكن ما يظهرش تاني بعد كده، باعتبار ان هو او ممكن يثبت نفسه ويكون موجود ان شاء الله. لانه يعني احنا بنقول 13 محترف، هي القصه مش بالكم بقدر ما هو كيف تستغل هذا بس المحترف. بس المعسكر مدته قليله قوي، هيقدر يكتشف فيهم كل العناصر دي؟ هو ما هو في النهايه ما هو عنده معسكر عنده مباراه هيجرب. هو طبعا ما فيش تجربه بس هيشوف العناصر دي في مباراه رسميه، هيعرف بقى اذا كان هو محتاج مثلا فلان الفلاني او مش محتاجه، ده ممكن يكمل معاه الفتره اللي جايه ولا لا. وبعد كده كمان هيكون عنده فرصه اكبر ان هو يتابعهم مع الفرق بتاعتهم سواء المحترفين بره او حتى سواء مباريات الدوري المحلي، لانه زي ما قلت لك هو 5 ايام تقريبا من ساعه ما جه لغايه لما تم اعلان المحترفين وبعدين اعلان القائمه المحليه، فده ما كانش يسمح طبعا بانه يكون قدامه مساحه للاختيار. وكمان هو سافر عشان يحضر مباراه سموحه وبيراميدز عشان يشوف اذا كان هيقدر يضم حد تاني لمعسكر المنتخب. شايف مين اللي اتظلم بعدم انضمامه للمعسكر محليا؟ خلينا نبتدي بلاعيبه النادي الاهلي. يعني محليا انا كنت شايف انه احمد فتحي يستحق ان هو يكون موجود لسبب. طبعا. يعني انت لاسباب كتير قوي. انت بتتكلم على مباراه شايفها انا مصيريه بعد الهزيمه في المباراه الاولى امام تونس. صحيح. ان هي بشكل كبير يعني هتحدد موقفك في المجموعه. لا يعني أنا ان شاء الله هنتاهل طبعا. لكن بنتكلم انه يعني انت بتبص على العناصر الاجهز دلوقتي، حتى لو بتتكلم على ان انت هتنزل بمعدل الاعمار في الفتره القادمه، لكن عامل الخبره برضو بيظل مهم. عامل الخبره وكمان بتبص على الخطوه الانيه بالنسبه لك ايه. انت عندك مباراه بعد اسبوع او بعد 10 ايام، انت لسه مش هتنزل بمعدل الاعمار دلوقتي، لازم تشوف العناصر الاجهز اللي تعديك الماتش ده، وبعد كده انت تشوف بقى يكون عندك رؤيه اوسع للامور سواء على المستوى المحلي او على مستوى اللاعبين المحترفين. فانا كنت اتمنى انه احمد فتحي يكون موجود، كنت اتمنى ان انا اشوف وليد سليمان موجود، لكن في النهايه زي ما بنقول دي اختيارات الجهاز الفني. وان كان عندي معلومه قبل الاعلان الاسماء ان هو في 7 اسماء من الاهلي، لكن فوجئت بعد الاعلان انه اقتصر على 4 اسماء بالظبط، كان منهم احمد فتحي ووليد سليمان. صحيح. طيب اتكلمنا عن القائمه المنضمه سواء محليا او بالنسبه للعيبه المحترفه. عايزه بقى اسالك برضو عن اختيار أجيري كمدير فني لمنتخبنا الوطني الاول، بالرغم طبعا الكلام الكتير قوي اللي كان بيتقال عليه او كمان الانقسام اللي كان داخل اتحاد الكوره واعضاء اتحاد الكوره على تعيين أجيري. شايف يعني اختيار أجيري ده اختيار مناسب؟ لا انا شايف ان عليه علامات استفهام كتير، خاصه انه يعني الكلام انه ما زال هناك قضيه فيما يخص موضوع انه تلاعب في نتائج المباريات. صحيح. لما كان ماسك ريال ساراخوستا الاسباني
طالما في قضيه وفي كلام وفي احتمال 1% ان هو ممكن يتم ادانته او يتم توريطه، اعتقد ده لو حصل هتبقى مشكله كبيره لكره القدم المصريه ان هي متعاقده مع مدرب يعني بهذه المواصفات. وده اللي خلى يمكن 4 من اعضاء مجلس الاداره كانوا معترضين، يعني كابتن حازم امام، كابتن خالد لطيف، واعلنوا اعتراضهم بالظبط. فطبعا يعني كان واضح الامور، لكن في النهايه هناك تصويت داخل مجلس الاداره، المعترضين يعني اثبتوا موقفهم في محضر مجلس الاداره بشكل رسمي، طبعا تحسبا انه يحصل في الامور امور، ولو حصلت القضيه اعتقد هتبقى مشكله كبيره يعني. صحيح. وايه التصميم يعني كابتن حازم امام حتى كان كلامه يعني مع المقربين، يعني ليه التصميم على واحد عليه علامات استفهام كبيره في حين انه كان في اكتر من اختيار يعني قدام مجلس الاداره، وكان في اكتر من اختيار امام اللجنه المكلفه. لكن وجهه نظري نسيب القضيه لما تحصل الحكم فيها، وما علينا غير ان احنا ندعم منتخبنا الوطني في المرحله دي. صحيح. طيب نروح بقى للازمه طبعا اللي كانت مثاره في الايام اللي فاتت، ازمه محمد صلاح الفرعون المصري نجم ليفربول الانجليزي مع اتحاد الكوره المصري. شايف الازمه دي ازاي؟ انا شايف انه يعني لما لاعب كوره عموما او محمد صلاح خاصه يطلب طلبات، من حقه ان هو يطلب طلبات يعني شايفها من وجهه نظره ان هي توفر له اريحيه ليه او سواء لزمايله. مجلس الاداره الاتحاد من حقه ان هو يدرس هذه المطالب ويشوف ايه المتاح منها اللي ممكن يتنفذ وايه اللي صعب يتنفذ. لكن انا شايف انه اللي عمل المشكله، وخلينا نكون واضحين ونتكلم بالامانه، يعني اللهجه اللي استخدمها رامي عباس محامي محمد صلاح اعتقد دي كان عليها جزء اكبر. في ناس هتقول لا اصله ده المحامي بتاعه وكيله من حقه ان هو يطلب، احنا ما اتكلمناش في احقيته في الطلب، احنا اتكلمنا في طريقه الطلب. في حاجه اسمها يعني كيفيه الحوار او كيفيه لغه الحوار وكيفيه لغه الطلب. يعني ايه المشكله ان انت تبعت خطاب وتقول انا عايز 1 2 3 او محمد صلاح علشان حصل مثلا 1 2 3 فعايزه كذا كذا كذا، ما هو الداعي؟ يمكن ده كان بسبب اللي حصل في المعسكر اللي قبليه. انا بقول لك هو ده اول، يمكن اللغه الحاده في الحوار دي كان ليها اسباب متراكمه. شوفي انا افهم انه المفروض ان انت بتطلب في البدايه، ما حصلش مثلا رد فعل او اختلاف، اصعد اللغه بتاعتي، مش انا من اول مره ببعت خطاب وبهدد بيه انه خلال 7 ايام لو ما جانيش رد او كذا انا هطلع انا ومحمد نطالب باستقاله الاتحاد المصري. ما هو كلامه الاول كان بيقول ان انا بعت لهم فعلا ايميل وبعد كده ترد عليا لا ما تبعتش ايميل هنا، روح ابعته على الميل الخاص باتحاد الكوره، وبعد كده ما حدش رد عليه وما حدش رجع برد الا بعديها ب4 5 ايام، فكان الموضوع برده فيه شويه استفزاز. طيب هو لغايه لما اتحاد الكوره رد على طلبات محمد صلاح، رامي عباس ما بعتش ولا خطاب رسمي على الايميل الخاص باتحاد الكوره، كان كل المخاطبات على الايميل الخاص بالمهندس هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكوره. انا بتكلم في ان احنا لو يعني الموضوع انا شايفه ابسط مما نتخيل، يعني احنا ليه دايما بنبقى عايزين ننقسم يعني احزاب في اي موضوع بيحصل، في فئه بتكون مع فلان والجهه الثانيه مع فلان، ولازم نشتم في بعض، ولازم انا لو مش متفق معاك في الراي فانت بتتهمني باتهامات معينه. يا جماعه لاعب بيطلب مطالب، اتحاد الكوره شايف ان دي مطالب مشروعه بينفذها، شايف ان فيها مبالغه بيقول انا مش هقدر انفذ علشان 1 2 3، لكن انا اعتراضي فقط على لغه الخطاب المرسل اللي فيه تهديد لاتحاد الكوره بالاستقاله. انا مش شايف اني يعني مع احترامي يعني لا يجوز ان انا كلاعب ابعت خطاب بهذا الشكل، حتى لو محمد صلاح نفسه اللي بعته لاتحاد الكوره، يعني لا يليق ان انا ابعت لاتحاد الكوره بقول له لو انت ما نفذتليش استقيل. يعني طيب خلينا نعدي نقطه رامي عباس والطريقه او اللهجه الغير مستحبه اللي اتكلم بيها مع اداره اتحاد الكوره المصري. تمام. نروح بقى لطلبات محمد صلاح، هل من وجهه نظرك شايف ان الطلبات دي كان فيها اي مبالغه من اي نوع؟ في البدايه يعني دايما احنا يعني لما بنشوف الامور بعد مثلا يوم او اتنين بنحاول نشوف هل نقيس على هذا الوضع، هل ده موجود في اي مكان تاني او هل فعلا الحاله دي موجوده. انا فعلا شفت لقيت مثلا ان نجم بحجم ميسي موجود بينزل من الحافله الخاصه بمنتخب الارجنتين، وكان مثلا نازل قدامه ماسكيرانو، يعني مع احترامي ما حدش عبر ماسكيرانو، مشي لوحده ما حدش جه ناحيته، لكن ميسي بمجرد ما نزل حواليه الحرس الخاص بتاعه، لانه خلينا نعترف يعني هو دايما يعني زماره الحي لا يطرب، خلينا نعترف ان فعلا محمد صلاح دلوقتي في نفس الصف مع ميسي ورونالدو. طبعا ده يعني خلينا نتفق، لانه لا اصل احنا ايه ده حقيقي. لا بالظبط، انا عايز اقول ان ده فعلا حقيقه، لانه احنا دايما ايه
يا عم ده محمد صلاح اللي كان بيلعب في المقاولين، هو مش عارف هيتنك علينا، هو يعني انا عايز اقول لك انه يا جماعه والله يا جماعه لازم نصدق. احنا مشكلتنا ان احنا مش مصدقين، مش مصدقين. لا احنا عايزين نصدق ان محمد صلاح نفس الصف دلوقتي والمستقبل بتاعه، يعني ان كان ميسي بيرجع وده اللي كنا شايفينه من 3 ايام، يعني ان كان ميسي اللي بيتقدم في السن فحظوظه بتتراجع وهكذا رونالدو، فمحمد صلاح السنين اللي جايه باذن الله بتاعته. اذا محمد صلاح لازم يتم معاملته زي ما بيتعامل مثلا ميسي وزي ما بيتعامل رونالدو. احنا شفنا فيديو مسرب من معسكر المنتخب في روسيا، اعتقد الموضوع كان يعني مستفز ومثير للتعاطف بالظبط. يعني كان لا كان احنا كنا شايفين محمد صلاح زي ما يكون في موجه من المعجبين. اكيد الناس طبعا لما هتشوف محمد صلاح كلها هتجري عليه وكلها عايزه تتصور معاه، لكن اعتقد المفروض يكون الموضوع منظم بشكل افضل حفاظا على يعني راحه اللاعبين وحفاظا على الهدوء داخل معسكر المنتخب. وده يعني لا يقلل من اي احد في اي شيء. صحيح. كمان انه حد يدخل او يطلع يخبط على الاوضه بتاعته مثلا الساعه 4، محمد صلاح كان في المعسكر طلع من يعني من الحمام لقى حد من اداري المنتخب ومع احد الفنانين قاعد مستنيه على السرير بتاعه، يعني انت متخيله عشان ياخد معاه صوره. يعني دي كلها كواليس، فين البرايفسي، فين الخصوصيه؟ يعني واحد بني ادم في الاخر، يعني ليه محسني ان هم حاطينه في فاترينا ناس جايه تتفرج عليه؟ يعني دي كلها كواليس ظهرت لما حصلت المشكله. فاحنا علشان ده ما يحصلش تاني، خليني اقول لك ان اتحاد الكوره واخد قرارات صارمه لمعسكر النيجر. ممنوع انه اي حد من اعضاء مجلس الاداره يجيب حد من قرايبه، لا انه هو او حد تبعه يقرب من جناح اللاعبين. يعني حتى عضو مجلس الاداره نفسه مش هيقدر يروح ناحيه الجناح الخاص باللاعبين في فندق الاقامه. ده هيحصل في مباراه في معسكر النيجر اللي هيبدا بكره ان شاء الله. فاذا كان لازم تحصل حاجه زي كده علشان الامور توضع في نصابها الصحيح. صحيح. طيب النهارده طبعا عايز اقول ان اتحاد الكوره طلع بيان وقال فيه ان خلاص كان في حد بيستقبل فعلا محمد صلاح النهارده من المطار، كان في 2 بادي جارد وسهلوا له طبعا كل اجراءات الخروج في دقائق بس خرج من المطار وطلع على اسكندريه، وهو طلب يكون معاه واحد بس من البادي جاردز. الاثنين اللي كانوا معاه طلع هو واحمد حجازي النجم وست بروميتش ألبيون الانجليزي يقعدوا يوم في اسكندريه قبل ما ينضموا معسكر المنتخب الوطني. دلوقتي معانا مع فاصل سريع، نطلع للفاصل ده ونرجع نكمل معاك مره ثانيه. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم في كلام في الميديا. لسه معانا الناقد الرياضي استاذ حسام زايد الناقد الرياضي في الشروق، منورنا مره ثانيه. ربنا يخليك يا شيخ، مشكور. نرجع بقى ونتكلم عن النادي الاهلي وعن اللائحه الاساسيه اللي طرحها مجلس اداره النادي الاهلي، وبعد كده طرحوها لاعضاء النادي الاهلي عشان يتناقشوا فيها، وان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 سبتمبر اللي جاي. شفت اللائحه دي ازاي؟ أنا شايف إنه الأهلي يعني عمل الخطوات اللي هو المفروض أي مجلس إدارة في أي نادي بيحترم أعضائه وبيحترم جماهيره إن هو يعملها، بمعنى صحيح. إنه أنت بتعمل مشروع للائحة، بتطرح المشروع ده أمام الأعضاء وبتفتح أمامهم باب النقاش وباب إن أنت تتلقى أي ملاحظات أو أي مثلا آراء فيما يخص اللائحة. صحيح. وبعد كده بتشوف هل إمكانية تطبيق هذه المقترحات ممكن تكون في مصلحة النادي أو في مصلحة الجمعية العمومية أو في مصلحة الجماهير كمان عموما. فأعتقد أنه ده كان موضوع مهم. الخطوات اللي اتبعت أنا شايفها خطوات مهمة للغاية، أنه أنت بتؤكد على احترامك سواء للأعضاء أو حتى للجمهور، لأنه يعني خلاص دلوقتي السوشيال ميديا بقت مؤثرة في الأندية وفي الاتحادات كمان. صحيح. فبالتالي الجمهور بقى بيتابع دايما اللي بيحصل سواء على مستوى مجلس الإدارة أو على مستوى الفرق الرياضية، وبيكون ليه ضوء يعني وبيكون ليه رأي، والرأي ده بيوصل بسرعة للمسؤولين عن القرار. فبالتالي طرح اللائحة أمام الأعضاء والفتح جلسات للنقاش وتلقي مقترحات أنا شايف إن ده كان موضوع مهم جدا. صحيح. وفي النهاية الجمعية العمومية هي يعني اللي هتحدد مصيرها وهي اللي
هتعمل لائحتها بشكل كامل بما فيه خدمة النادي والفرق الرياضية كمان. وكمان طبعا موضوع مهم دخول الاستثمار في اللائحة او في صحيح. اللوائح عموما. تحديدا النادي الاهلي لازم يمتلك 65% من اي استثمارات او اي اسهم بتخص النادي الاهلي. بالظبط. لا لانه في الفترة اللي جاية هتلاقي في مستثمرين كتير دخلوا في الاندية. لكن عايز اقول حاجه انه تجربه نادي بيراميدز مش هتحصل مع الانديه الجماهيريه بنفس الطريقه. بمعنى انه كان في كلام على نادي غزل المحله انه في مستثمر هيدخل، حتى لو ده حصل مش هيتم تغيير اسم النادي، لانه في النهايه الانديه الشعبيه طبعا مستحيل اي حد يقرب من الاسم. صحيح. طيب في النهايه بقى عايز اسالك عن توقعاتك لمباراه النهارده. سالنا الجمهور قال لنا توقعاته، ايه توقعاتك انت؟ ايه توقعاتي؟ هتكون مباراه قويه زي ما قلت، انه دايما المباريات الاهلي الانتاج الحربي. صحيح. وكمان كابتن مختار بيعمل ماتشات كبيره امام الفرق الكبيره. لو امام الفرق الكبيره تحديدا بالظبط. فاتوقع ان هي تكون مباراه قويه، وتوقعي انه الاهلي هيفوز في مباراه النهارده، لكن كم مش عارف. طيب اخيرا بقى توقعاتك لتشكيل الاهلي النهارده هتكون عامله ازاي؟ اتوقع هيكون محمد الشناوي حارس المرمى بالظبط، ممكن ايمن اشرف وسعد سمير احمد فتحي و علي معلول وحسام عاشور و السوليه. السوليه مصاب. السوليه مصاب مش موجود في القائمه، يعني القائمه بس مش وكمان قدامي. حسام عاشور مرهق جدا فنستثني الاثنين دول طبعا. ممكن مين يكون في نص الملعب بدل حسام عاشور؟ ساعديني. ممكن نشوف وجوه جديده النهارده. ممكن يكون اكرم توفيق ممكن يبدا. صحيح. من البدايه بالظبط، وممكن يخلي احمد فتحي في النص مع اكرم توفيق مثلا، ممكن نشوف محمد هاني في اليمين. دي كلها تعديلات ممكن نشوفها. وقدام مثلا ممكن ازارو كالعاده ووليد سليمان، ويعني نفس تشكيل الماتش اللي فات باستثناء المصابين. صحيح. مشكورك جدا طبعا، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. استمتعنا جدا بكلامنا معاك سواء عن النادي الاهلي او عن منتخبنا الوطني الاول، وعن مشوار الاهلي في اللقاءات الافريقيه وكمان في الدوري المصري. ممتاز. حد ممكن يقول لنا دلوقتي سموحه وبيراميدز نتيجه كام؟ طيب هم يقولوا لنا. ودي طبعا لقاء مهم جدا ما بين سموحه وبيراميدز. انا شايفه ان اللقاء ده هيكون في نديه كبيره جدا ما بين الفريقين طبعا، لانه يعني الفريقين فوزهم النهارده هيحافظ له بشكل كبير على مواصله مطارده الصداره، وهيحافظ بشكل كبير ان هو يستمر ما بين الاربعه الكبار. واحد 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 اعتقد سموحه كان واحد متقدم. واحد في الدقيقه 24 بعد ما كان سموحه متقدم بهدف. تمام. اكيد هتكون مباراه قويه، خاصه انه كابتن علي ماهر كان هو المدير الفني للاسيوطي قبل ما بيراميدز. بس هو الاسيوطي متبقي مين فيه اصلا؟ مفيش غير مهند لاشين وحماده طول بعطف. صحيح صحيح. بشكرك جدا طبعا على وجودك معانا النهارده، نورتنا مشاهدينا. انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا. اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم باذن الله، وكل التوفيق اكيد للنادي الاهلي النهارده في لقاء قصاد الانتاج الحربي في الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز النهارده الساعه 9 على ملعب السلام. كل التوفيق اكيد، والفوز يكون حليف النادي الاهلي النهارده.